هذا درنا هذه الندوه الصحفيه للدوري ان شاء الله غيكون نهار الاحد السبت غيكون لقاء ديال الانديه والمشاركه الدوليه الميزان وتكون ندوه ديال المدربين وديال كيفاش يكون نهار الاحد ان شاء الله النشاط وفي نفس الوقت الاحد ان شاء الله يكون نهار كامل التظاهره اللي غتكون هي ديال التظاهره الدوليه والحمد لله هذا الدوري الاول بمدينه الدار البيضاء درنا هذا الدوري هو سباقين هذا الحظر الاساسي اللي غيكون ان شاء الله في مدينه الدار البيضاء لان هي مدينه عريقه وكبيره واللي ما كاينش فيها دوري دولي في مختلف الرياضات فقررنا نديروا هذا الدوري دولي ان شاء الله باش يكون سنوي ودابا كاين تقريبا بين 10 12 دوله اللي مشاركه وان شاء الله الا نجحنا في هذا الدوري مزيان وعطينا واحد الصوره اللي هي كما الدوريات العالميه فالسنه المقبله ان شاء الله غتكون بين 20 30 دوله في هذا الدوري. بالنسبه لنا حنا كعصبه الوسط بالنسبه لهذا اللقاء الدولي هو لقاء اضافي غادي يطور الرياضه في مدينه الدار البيضاء وغادي يدير لنا احتكاك ويعطي ليماج غيعطي واحد الصوره زوينه على مدينه الدار البيضاء وحنا كنشجعوا بحال هذه المبادرات. وكنشكروا السيد الكرماوي اللي جاب فرع الرجاء التايكواندو اللي جاب هذا اللقاء لمدينه الدار البيضاء. حنا كعصبه الوسط غادي ندعموا الفريق ولهذا الدوري الدولي بالامكانيات كما قلت قبيله التقنيه امكانيات ما هو ماتريال باش كنخدموا غادي نعاونوا بالمجهودات ديالنا وغادي كما قلت قبيله حتى مادي ومعنوي ان شاء الله. المغرب كامل كيديروا 6 4